يوم النصر، يوم النصر لابد أن لا يمر كتلك الأيام العابرة. هذا اليوم لم يكن إلا بتضحيات الشهداء والقادة اللي قدموا أرواحهم حتى نقف أمامكم اليوم وتستمر العملية الديمقراطية في العراق. مسؤوليتنا أن نبني ونعمر، مسؤوليتهم الجهاد وحماية البلاد من الخطر الإرهابي، وإن شاء الله إحنا على قدر المسؤولية كي نكون لهم مكملين. انتصرنا على الإرهاب ويجب أن ننتصر على الفقر والفساد وسوء الخدمات، وأن ننتصر لبناء دولة مؤسسات حقيقية. هذه القائمة قائمة محلية، قائمة خدمية، قائمة هويتها واسط، قائمة لا انتماءات لها إلا لكم. نحن مشروع خدمة لا مشروعا سياسيا. لا توجد لدينا أجندة سياسية ولا توجد لدينا حساسية من الذين يعملون في المجال السياسي. كوننا نعيش في منظومة متكاملة يجب أن يكمل بعضنا الآخر، لكن في واسط الناس تحتاج إلى مشروع خدمي، إلى مشروع وفريق عمل يعبر بهذه المحافظة كي تكون محافظة تليق بأهلها وناسها. أمامكم نتحدث بصدق تام، هذه القائمة هي المعبر الحقيقي عن آمال وطموحات أبناء واسط، واللي ينطي صوته لهذه القائمة إن شاء الله ما ينخذل وصوته في المكان الصحيح. فهذه القائمة قائمة شعبية، قائمة تمثل الواقع. نحن أصحاب الأرض، نحن رجال الأفعال لا رجال الأقوال والسوشيال ميديا والمواقع الافتراضية.